كابتن شريف الف مبروك، ولكن يعني بصراحه الفوز جاء بصعوبه. بصعوبه، انما هي دي كره القدم يعني. بس انت حاسس نفس الاحساس بتاع ان برضو الاهلي مش يعني فرقه تحس انها فعلا مجهده؟ لا، اوت يعني، اوت اوف فورم يعني، لعيبه كلها بره ما عدا اليو ديونج. يعني حتى ديونج يمكن كان عنده ميس باص ولا حاجه، بس ده من كتره الضغط عليه يعني. انا بقول لو في عنوان يبقى الاهلي يهزم المريخ والاجهاد. اللعيبه في مساحات فراغات، ما حدش بيطلب الكوره، وكل لعيب واقف عايز الكوره تيجي لغايه عنده، يعني ما بيعملش افورت حتى ان هو ياخد خطوتين ثلاثه. الحاجه الوحيده اللي انت جبت فيها الهدف الاولاني انك رحت على كرة راحت على الجنب شويه وانت نفذتها كويس. الجول الثاني اللي انت جبته غزوه من غزوات احمد عبد القادر وعرضيه وهم واقفين برده بيتفرجوا عليك، وجبت الجون ثاني بمهاره محمد شريف. تقدر تجيب بعد كده محمد شريف جات له كوره عملها ببطن رجله في الشوط الاولاني، كان يبقى الثالث، جاء حارس المرمى طلعها. رجعت الفرقه الثانيه بهدف ملوش اي لازمه خالص، لعيبتك مش قادره تتحرك جوه ال 18. تحس كده ان انا بقيت عايزهم ايه، يلعبوا بثلاثه في العمق عندنا في دفاعات النادي الاهلي. ايوه. في كلبشه في اللعيبه، مش قادرين يتحركوا لبعض، في طبعا اجهاد بشكل عام على الفرقه كلها، حتى الشناوي. ايوه. تحس الشناوي برضو قاعد مجهد، ما بيتكلمش كتير قوي مع اللعيبه، ما الحكايه كلها حاسين ان الاهلي عايز الماتش يعدي ويكسب بس. ايوه. اللعيبه عايزه تعدي في مباراه وهي كسبانه 2-1، عايزين المباراه تعدي، وانا كسبان 2-0 المباراه خلصت الحمد لله. مفيش كده في كره القدم. مش هنقدر يعني نفلسف الامور او نقول بقى 4-2-3-1 ولا 3-4-3، خدت بالك؟ ولا جميع اللعيبه نزلت. يعني جميع اللعيبه اللي هي بتترجم وبتدور اي طريقه لعب كانوا موجودين في الملعب. لا، وخلي بالك حضرتك قلت حاجه مهمه جدا ونقطه مهمه جدا. انت حتى مهما اتكلمت عن طرق اللعب او الخطط، سواء خطط دفاعيه او خطط هجوميه، اللي يخدمك في التنفيذ الحاله البدنيه بتاعتك. حتى البدلاء، طيب البدلاء اللي نازلين يعني طاهر محمد طاهر وحسين الشحات، واضح ان في حاله اجهاد عامه. يعني الكوره مش قادره تكمل. بيرستاو هو بيلعب مش قادر يعمل الاخرانيه، مرهق جدا، تعبان جدا، راح يلعب كوره كورنر. أيوه. واخد وقته فيها جدا ومش قادر حتى يلعبها، عايز يريح شويه، عايز يريح شويه. صح. ولازم كان التغيير ده يبقى من بدري كمان بتاع بيرستاو. حاول مستر موسيماني انه يعمل ريفرش للملعب كله باللعيبه الجديده، حتى ما خرجش السوليه. ايوه. وخلى السوليه واليو ديانج ونزل عليهم حمدي فتحي. محمد مجدي قفشه النهارده بعيد، ما بينزلش نص ملعب يستلم من اي حد جاي، هو عايز الكره تجيله وهو في العمق تحت محمد شريف. محمد شريف جاب الجولين وضيع كوره، وفي نفس الوقت بيحاول ياخد ضربه جزاء، بيحاول يعمل، بس ما فيش الاخرانيه، ما فيش الفينشنج. انا كلاعب كوره بحس باللعيب اللي هو مش قادر، اكنه متعور وراجع من اصابه. بس انا يكفيني كراس حربه ان انا احرزت هدفين. لا، مش حتى لو انا، حتى لو انا مش في حالتي، ولكن انا احرزت هدفين. لا انا مش بدفع، مش الدفاعات بتدفع فاتوره محمد شريف انه جاب هدفين وهم دخل فيهم هدفين، هي مش كده. أي. احنا كتيم مع بعض كلنا احنا بنترجم. انت كنت بتقول ايه؟ احنا نمسك الكوره. طب وانا اجيب فرقه زي ايه؟ يعني انت بتلعب فرقه في اي وقت تقدر تعمل باص يا بلال جول.